هوية بريس نحو إعلام هادف. حليمة شويكة، تشرف اليوم بتسيير ندوة أسس البناء الأسري وعوامل الصيانة والاستقرار. هذه الندوة التي ينظمها المركز الوطني للأبحاث والدراسات الاجتماعية والإنسانية. طبيعة الحال هذه الندوة تأتي في سياق نقاش مجتمعي حول تعديلات مدونة الأسرة. هذا النقاش طبعا الكل يتابعه. الندوة اليوم تأتي في إطار الإسهام في هذا النقاش، لكن إسهاما علميا ممنهجا ورصينا. طبعا هناك في هذا النقاش دعوات وأصوات تحيد عن المنهجية التي ينبغي أن يتبعها يعني المغاربة في تعديل مدونتهم للأسرة، منها دعاوى إلى الانزياح عن النص الشرعي وعن النص الديني. طبعا ليس الأمر هنا اعتراضا على مفهوم الاجتهاد، ولكن اعتراض على ادعاء الاجتهاد من طرف من لا يمتلكون أدواته المنهجية. ولذلك فهذا الانزياح والمطالبة بمدونة مدنية يمكن القول بأنه يعني مطلب يخرج عن الإطار المجتمعي والخلفية الدينية للمجتمع والهوياتية للمجتمع. والمعروف أن كل تشريعات والقوانين وكل تعديلات القوانين تمتح من الفكر الاجتماعي، من المنهجية الاجتماعية، من الهوية الاجتماعية، لا يمكن أن تتصادم معها. وطبعاً الحال هذا هو التوجيه المنهجي للخطابات الملكية وللنصوص الدستورية التي تنص على أن الأسرة المغربية هي الأسرة القائمة في مفهومها على الزواج الشرعي، والتي تحمي مصالح جميع أفرادها. فبطبيعة الحال هذه التوجيهات التي لخصها جلالة الملك في قوله لا أحل حراما ولا أحل حراما ولا أحل ولا أحرم حلالا، بطبيعة الحال هذا المنهج لا ينبغي الانزياح عنه، لأنه يتوافق مع طبيعة المجتمع المغربي، مع تاريخه، مع حضارته، مع هويته الإسلامية. هوية بريس نحو إعلام هادف.